بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. ضرب فرمي وما هم بمؤمنين، يعني أوكفر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر كشيل الراستية وما هم بمؤمنين. أم وما هم بمؤمنين إنكار ما ادعوه، إنكار أو اشتيك ادعايا كردبون وكان إيمان من هي وأمانة، ونفي من تحل إثباته، ونفي أو اشتيا كأمان هوليان يعني دابو إثبات كردني باشا، يعني منا بو ادعاء بليل ده ادعاء إثباته كان امتحنني ادعوه بارد الله نحلو انتحالو كنحليش قشتي بمعنى ادعاء جاري وهو قابل مثلا امتحان خوي الأصل الإصلاحي أدبية أويك شعرية كتير بخوانيتو يا بجوري لو استفادك مثلا روكشك كبير بوري بشعر غير أو ادعاك بغي خوما، هذا معنى ادعاءات يعني انكار ما ادعوه هو نفي من تحل اثباته، نفي او شيك او عن ادعاء اثباتك عن كذبه. وكان اصله وما امنوا ني اوانو تيانا مثلا ومن الناس من يقول امنا بالله اوانجن امنا الشيخ خواهي فالوردقار بي فالمعيه بلي اوانجن امنا اما وما امنوا كتيب جي او بيجي وما امنوا بوشيو تجي وما هم بمؤمنين حاضرين الله وما والله وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل حاضرين تاوكوا ويا ما آمنوا بيتا مطابق قسكي أو أنكا باشا لتصريح بشأن فعلك كوانو تيانا آمنا إيمان من هناو دون الفاعل يعني أوان تصريح يعني بشأن فعلك كردوا نبى شأن فاعلك لكنه عكس باشا بلا ليلة دا بالعكس كرياته تأكيدا حاربين لبر خاتري أما تأكيدا ومبالغة في التكذيب أقبيشي فرموايا وما آمنوها تكذيب بوايا ولي أقروتي وما هم بمؤمنين باشا شأني أوان يعني أوان مؤمنين حاربنا مبالغة مبالغة زياتر يعني زيارة رويتي أبي لتكذيب كذا وشي لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في معرض الزمان. شو المعلومة؟ وقت ينفر ميتي وما هم بمؤمنين شيك دوا يكسر نك ذات كان يعني هرب شخص أوان يكسر ودرناوة للريزي مسلمانانا إيه للريزي إيمان دارن هاورديني سدره دعوة بل يقتل لو كان في إيمان لك ذات لمعرض الزمان مثل بك وما آمنوا يعني لو بل إيمان ينبوه أصلاً كلنا نفي إيمانك لهم لما نزل إيمان المسلمين. أري حريفين نفي إيمانك كذلته. عربي شن لين لدائرة إيمان وقلنا في جنس كجلا رجل في دار يعني لتسني وجمع جتيانية أمينيا وما هم بمؤمنين لدائرة إيمان دار بدر. نلوا بر إيمان ينبوه نئس إيمان ينهايا فاشا نلا نشا أمان إيمان يرد. أو في ماضي زمان ولذلك باشا أكد النفي بالباء هر لبروك أخواتي دور منظور تأكيد مبالغة لتكذيب آية شاكا نفي كيش بباء باغي يعني أو قصير تأكيد مبالغة نفي كيش بباء تأكيد كرايا شكا مثلا بيبو تأكيد نفي إيدر يعني زور منفي لها إيمان. وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء باشا أمجأ أوان آخر أواني وكان مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الشيء عمل به فرمانا وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر كشي هربا مطلقيها عوزيئا حالنا يجي وأطلق الإيمان إيمان كشبا مطلقي يعني معني مطلق يعني على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء لا سر أو معنى كأوان هيج في وندية كان لقل إيمانانية أما أوى يعني إيماني مطلق هذه في ودي أنا قبل إيمانانية جاء إيمان بأخوابي إيمان ب
آخرت زي بهر شيء ده وك إيمان به وكو والله سبب مزجود متوجب أصلا هيش في ودي كان لقال إيمان أمية منافق وإيمان عوا حالبي ولي أجر بيتايا مثلا إيمان ين نبخواه وإيمان تكذيب كي كاو بلام جماني أو الرؤي إذا كإيمان ين بخوا وبروجي آخر نيل لو عني إيمان ين بشتيا تربي عوا حالبي بلا ويحتمل إن جركتي الرجال همو جماني بجري ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به باشا وأشكري مقيد كريا بوي كأوان خوان بيانو مقيد كري يعني بخوا بروجي آخرته بولي أنه جوابه شن أم جوابي أوا زور داري وايا لجواوا شتي حس فكريا بقريني سؤالك ونيا كواتا أكريا وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر بوي مقدر كريا ولا نزلي كريا والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا وآيتك خوي براشكاوي دليل لسر وكسيك ادعاي باور بكا وليدلي لقل دنوتي يا يجنبي لقل زماني يا يجنبي باعتقاد يعني مثلا إيمانك هر قولي بنا اعتقادي أو لم يكن مؤمنا إيمان دارني بو لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا باشا شنك أو كسي كوا تفوه بالشهادتين كا يعني بدم بفاه بدم شهادتين بيجي بيش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شاكا أو شيكرو لو كاتدا فارغ القلب نعم بلى بلى فارغ القلبي فارغ القلبي عفرين فارغ القلبي عما يوافقه وينافيه حال يوابه ضلي خاليبه لو اشتيك موافقي دميتي شاكا يا منافية لقوتنا لقل قولك يا أثن لا آخر أمامي أمامك وخير تفوهي عند إيمانك الزوان باشا ضليان شيت يا ضليان منافية يعني أوي ومنافية لقل قولك يعني لضليان هيا وليس بفرض أجر كسر تفوه بشهادتين كا ولا قلبي فارغ ولا موافق ولا مخالفيش حاله لا هيش تهر إيمان دارنية أوا لا أوا لم يكن مؤمنا والخلاف مع الكرامية في الثاني برام لبشي دوام دا شاكا خلاف ما لقل كرامية كان أحيا فلا ينهض حجة عليه حاله لا فلا أما كرامية كين أمانة بغض خلاف من هي لقل كرامية كان دوما دوما كتشيا من تكلم بالشهادتين حال كونه فارغ القلب أما ذكره باشا لا منافي ولا موافق ولأو من تكلم بالشهادتين أما ضلي خالين بلا منافي هو الدال لا هم كثير كافره أما أجر كثير تكلمي بالشهادتين كده حال كونه فارغ القلب أما ذكره فإنه ليس مؤمنا عندنا لا يعني. أما خلافا له ببيت شواني كرامية كان شنك فإنهم زعموا أن الإيمان هو التصديق باللسان سواء صدق بالقلب أو أن أو كان اللي فيش عوتمان عربي وأما من ادعى الإيمان كسي ادعى إيمانك وخالف قلبه لسانه أما كسي ادعى إيمانك وظلم مخالف دمي بيه فهو كافر بالاتفاق باتفاقي قشتمان يعني مثلا أجر قوي منافي تيابية منافي أو كبد ميري أو حتما كافرة ولي لشرح مقاصدها هي أن من أخفى الكفر كسي كفر شارته وأظهر الإيمان إيمان درخة فهو مؤمن عند الكرامية لا كرامية كان إيمان دارة وإن استحق الخلود في النار با استحقاق الخلود في النار شدوا لا مؤمن قال الإمام في تفسيره قوله يؤمنون بالغيب يعني إن الذين قالوا الإيمان الإقرار باللسان لهم طريقان إقرار بلسانك أولا يعني أولا إقرار باللسان فقط أبت إيمانك بل أميك أبيت بي باشا شرطي أمك إيمان بي أشياء معرفة ده قلب بي واتا بطليش مثلا ضلي موافق بي أعوك قلبي موافق بي بل أما أولا ودو مكش أولا كإيمان حاصل أبيه بمجرد إخلال بلسانك كوا قولي كرامي كان يعني ترى كان من بدري مية
فقد أولا كان المدريسي مخالفي كان زيد بن ثابت. بس أن من أنكر بالقلب وأقر باللسان يكون من جملة المؤمنين عند الكرامية. واضح أن من شيء أنكر. والظاهر منه أن من أنكر بالقلب وأقر باللسان يكون من جملة المؤمنين عند الكرامية. وأنكر بالقلب. أنكر بالقلب يعني بدل هباورين بباورين. والأنية أنكر أمام ذلك ولا برداشتي أمال أوي مصنف إليه. برداشتي أما أوي كأجر كسب دم إظهار إيماني كرد. ضوي منافي تيابو باتفاق كافرة. أمين شغلة. جاي جذبة. أجر ضوي منافي تيانب ولا موافق شيتيان. ضوي منافي تيانب مثلا موافق تيانب وباتفاق مؤمن. ماشي. ولا أجر هاتو مثلا ضوي منافي تيانب. موافق شيتيان ابو لا كراميه مؤمنه لا يمنه هذا حالي بله هذا ثاني فكراميه كان اوانا كراميه كان اوانا ارين اقرار باللسان كافيه بشرط عدم مخالفه جام جرى بابه وهو قول كراميه كراميه وزعموا ان المنافق مؤمن ظاهري كافر السريره او عارض فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة فانتهى وظاهرهما يخالف قول المصنف أو ظاهري أو قصاني والخلاف مع الكرامية كعرشي والخلاف مع الكرامية في الثاني إما خلاف ما هي لا قال كرامية كان لهيد ومكيانا فلا ينهض حجة عليهم يعني أو نارة حجة عليه أوان هل سمتواجبون؟ أمي والآيات تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا مخالف يعني لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه يعني نموافق تياه نمنافي لم يكن مؤمنا ماشي جاء أمجارة والخلاف مع الكرامية في الثاني خلاف إيما لقال كرامية كان لدومك يعني لا أولك يعني يعني أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه فازب لا يكرم يكامي شو إيماني نياوة حالونا بلان أميان أميد ومكيان من تفوه بشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه على واي خلاف ماني أوان ألين ما دام قلبي منافي تياني أبو دمي وبدم إيماني در بالريوة فازكواتا أو مسلمان كواتا آيتك فلا ينهم حجة عليه آيتك دي نابي بحجة لسر أوان شنك أوختي أوان بوان هي بلين شي بلين كاكا منزوري خواهي تعالى أويكا بخليني ما بعدك شا يخادعون الله بوان هي أوان بلين ضرب بدم إيمان بلين ولي قلبي المنافيت يعني أما أقر كسي بدم إيمان بلين وقلبي منافيت يعني بي مثلا موافق شيت يعني بي هربا مطلق يوكا منافيت يعني إيمان دار بلا يوانو هل أنت متواجبين؟ نعم دي والباشا أو في الثانية كمان زوي تفوه بشهادتين أريه هو من تكلم بشهادتين حال كوني فارغ القلب عما ذكره فإنه ليس مؤمنا عندنا خلافا لهم خلاف وكرامية كرامية كان متواجبين؟ باشا أم تفوه بشهادتين قد أوي سرق وحشفه جوين؟ بابا فرقي هي فرقي هي هذا نيش فرقي هي أوي أولا أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقادي يعني بدل مسلمان بدل كافر يعني بدل يا منافيها يا منافي او يوابد ما يلي بل ما يعني من تفوه بشهادتين فارغ القلب عما يوافق او ينافي فارغ القلب لها ذلك يعني الى قلبي انا موافق او منافي اما هذا ايمان دينا زي بلام كرامي بايمان دينا كمالي بايك اوان بني اوان شو المنافي كامية اوان مثلا بو او يكوا متفوه بلي بايمان با إيمان دار دانين باشا شرط كان أويا كمنافي وهذا لك إلى صحيح مصنفه منافي إيمان لقد بيانا نبي إيت موافق هي يعني كيف غيرت حال لا برام بيانا متفويه بإيمان أقر منافي لضريابه أو أني شبه كافر يزان متواجبين شنا ما عليه عليه ثانيك أو أنا سوا تكبر لما شهادتك لحال فروق خالبوني قلبه عما ذكراني لموافق ولا مخالف هو مؤمن لا يما بخلاف وكرامية كان ولكس ادعى ايمانك وخالف قلبه لسانه فهو كافر من الاتفاق يعني بخصي ايمو اوانيش فذا وبشي كما كي قالت ايما هردك من اواءكين بدليل لسر او كسيك اقرار بايمانك ضرام بدل ايمانكينية شاكا بدل
قلبي مخالفي زمانيتي أوى يعني منافي لقلبي هيا أوى دليل لسر كافر بني أو كسر بلان ديارة إما هر بدليل شيء أزاني شن بعمومية آياتك كافر من ومعهم بمؤمنين كسي إقراري بسن مطلق آياتك واقعي يعني ظاهرك كسي إقرار بالإيمان كا ولي مثلا بدل إيماني نبي من بدل باوري نبي وأمانا أو إيمان دارنية كواتا ما دام قلبي لموافقش خاوي بيه ماشي إما هر بكافر يعني ولي أولي أقر قلبي شي لموافق خاوي بيه ما دام لمنافي خاوي بيه فاز إيمان داره با موافق شي كان حارب له بلى فلا ينهض حجة عليهم فزيارة أو بلى يا أو خلاف إيما يا أويك أويك إيما بلى استدلال ما أنت يكر دليلك إيما نقع آياتك قولي خوي تعالى نابية حجة عليه أوان متوجبين وتقسك أوان نابة تدواه كبيجي النخير بدليل أم آيات إيه ومحكوم بو آيات أو من فيه محكوم ناكري والإخوار وانا ليه فتكون الآيات حجة عليهم أخذ آياتك الله فلا ينهروا حجة عليهم أوي قصي مصنفة تعجبين عليك شي أدي كابرونية أنا والله عليك شي أدي إذي وإليه ذهبت الكرامية حتى إن من أضمر من أضمر الكفر وأظهر الإيمان نهر واية من أضمر الكفر من أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون مؤمنا إلا أنه يستحق الخلود في النار انتهى والظاهر منه أن من أنكر بالقلب وأقر باللسان يكون من جملة المؤمنين عند الكرامية فتكون الآية حجة عليهم فتأمل بله جا فتأمل لكي ويا كنقل قولي مصنف ظاهر وعي أوي باشا ظاهر كي وعي فأبيت حجر لسليم ولي أقر إيما آواي داني باشا يعني مثلا وعلى نظر من شنو عمل لم يكن مؤمنا لأن من تفوه بشهادتين آخر تماشا إيما أي كان بدري لسل إيماني كي لسل عدني إيماني كي أوي والآية تدل على من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقادي قلبه لسانه بالفعل لم يكن مؤمنا وايا بله اها دي اگر هاتو كسي ادعاء ايماني كرد ولي قلبي مخالفه زماني نكر باعتقاد موافقه شي نكر او سؤال لازم دي يعني تو بو تنها اي كي بدليل اخر مصلي واي كردو تنها كردية كي بدليل آيتك لسر او كسي كت اگر اقرار بايمانك بلفظ ايمان وي ملام خالي ملام خالي قلبنا ظلام ضلي على شيء خالفا قلبه لسانه ضلي مخالفي زمانيتي يعني منافيها لنا ضلية أو معلومة باتفاق هم علماء أو دليل لسان أو أبيت كافر باشا حامي. أي باشا أو كسيك بإقرار بزمان كردوا ظلام ضلي لموافقة ولا مخالفة يعني لموافقة شخاوية أو شيء حالو لا بوشي مثلا تنها اختصاص الدابوانا وكا قلبيا مخالفيك يا عيا يعني بو تنيا دليلة لسر واقع أم قريكتي أويك متفق عليه باسي متفق عليه كا يعني مصنف يجي متفق عليه كا هركس ادعاء إيماني كرد وخالف قلبه لسانه بالاستقادي لم يكن مؤمنا جاء لي أم سؤال مثل حكين يا ما بويك لمثلك مصنف حالبين أو سؤال مثل حكين أرين كاكا بوتن ها دليل لسر أواني كإقرار بزمان أكنو ضويان مخالفيتيا تنها أوان مؤمنين أي أوانك بزمان إقرار إيمان أكنو ضويان موافقيت يعني وق منافيت يعني ومهينشت يعني وق منافاتيت يعني موافقة شت يعني بو دلالناك على سكفر أوان أرين يعني باتفاق دلالناك ها حاول لا إناء كائنش. أبي بقول كنك لأن من تفوه بشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا. أويش مؤمنية أما والخلاف مع الكرامية في الثاني. شاكر. خلاف لقال كرامية كان هيا دوما كذا. أما اتفاقين. متواجب يا رمسي. ولا جاء أم هاتوا أم برداشتي خوي بقى أبي برداشتي من أويا هركسي قلبي أو مخالفي زماني بكا
جاء المخالف فكذا معناه في عام فيلم مثلا كدلا كم آخر أكريد دل خالي بين لا موافقة شو لا منافاتش لا موافقة ولا مخالفة لا كير خالي بين ولي أما مثلا بين ليش يا كم أريد دل كخالي بو لا موافقة موافقة كيانا ذي يتر عدم موافقة بمخالفة دعاني ما دام موافقة كيانا بو فس قلب مخالفة بوي حاردنا بوي أو تخسير كاتو ولي لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا. هل أنت متوجه؟ أها. فاسكا واتبو بوا على آيتك دليلة لسر أوا شاكا؟ كسيك وا ضلي خالي بيتو كسيك ادعاء إيمانك بزواني أوا تاني ولي ضلي أو يعني قلبي أو مخالفي زمانك باعتقاد مخالفي كن جا بدو شوا أم أتوالي أما مخالفك بقلي يكي بوا منافاتي أو يدميها يا لبويا يكي بوا نخي منافاتي موافقيتي عنيا جاء موافقيتي عن نبي عملوا كمنافاتي لقلبي لقل عدم موافقك يا منافات نبي أم عدم موافقة يعني شن قلبك موافقي زمانية باشا كسي دمبي لو قلبي موافقي دمي نبي يتي أولا كافر حسيوه بتوجبين بلان كرامي كان وانا عظيم كرامي كان عظيم اقل كسيك بالدم اقراري كردو باسي ايماني كرد منافاد لضيابو او كافره منافاتي او اقل منافاد لضيانبو وموافق شتيانبو او مؤمن لحالك يا موت مان مادم هر موافقة لضيانبه انت كيف خويتي منافات هي يعني الكافره او ايتم توجبين لو بس بو ايمان هنا استشتي لازم دوشي داروني شتي خارجي ابيت انا الله بس نشانه شرطه اللي قال اصل ايمان بزوان باور بكيت وبدلش باب بزمان بدل باور بكيت بزمان اقرار بكيت اخبار شو هنا دوت ابي دوشي تيابي شتي تيابي شتي تيابي يعني موافقه تيابي وهي منافقه تيابي منافقه تيابي وي نقول لك وين ما هي بامانه وسمعنا بدل باور كي بدل باوركي بزوان اخر باش اجا بدل باوركي موافقه تي اي تي منافي تي اني تي منافي تي اي باورنا ايوه باش نافين ايما ها نعم بس مثلا الشكانه باش ناكري باش خلاص كي باور بو باور في الله هي هذا منافاتي في ريد باش كردنيه وانت اما علي لا او بحث مثل حبي كبعد قلت انا ام اقرار بلسانه يعني مثل ما انا كراميه في خيك انا مسلمانه خم أن في خك كلام مسلمان من حاضري كثي كإقراري بزمان تلك كلام مسلمان يزعل أواني جلاب مسلمين بقى أواني جوانين أواني إقرار أو كثي كإقرار إقرار باللسان كا يمكن مدوب الشك باشا دوب الشك كي كثاني يمكن كضبي المنافي إيمانه منافي زمان يعني كيا يعني ضبي المخالف لغة زمان يعني أو كمخالف لضبي أنا أبو زمان يعني هو خطأ كافر بلا أواني باشا ولي اوكا نمنا فادي تياب نمنا فخاتي تياب اها ولي بزوان اخر احتمال كان سيد انا شوار دانا ليس كان محاولة هم موافقي تياب وهم مخالفة وناوي هو وقت ما نفعل ولي اما اذا سيد انا امكاني هيا كبزوان اقراري كل سيد انا حالتي بو قابل تصوره يسا كان ويا ضلشي موافق به يعني موافقة لضبيا به حالة او مؤمنة باشا بزمان كيف بضلشي هو مؤمنة يجي كان ويا ضمي مخالف به شاك أو كافر باتفاق يجي كان ويا احتمال سهم باشا ضمي نا مخالف ونا موافق هيش يعني أو بلا إما كافرة شن بقى إقرار بزمان بتنيا أو خلنا هذا مسلمان شاك ليش ما أنا ما أتيها أري بلا كرامي كانوا يجن خير هنية كافر مية يجن كافر مية حامد ولا كواتا وما هم بمؤمنين يعني أويا يعني ضليا موافق زمانيا نية أواي مثلا ليدنو أوان حاولا ولي يا مواي ليدنو ها ألين شن ضليا موافق زمانيا نية أما كرامية شوني تفسيرك باشا ألين ضليا منافية لقب زمانيا نا بلان تعبيرك إما باشتري شن إيمانية كلامك نفية وما هم بمؤمنين يا ما هرب ده في تبعي على الضبيا الموافقي تانية يعني ضبيا الموافقي دميانية وايا يعني موافقة لضبيا نانية باشا كموافقة لضبيا نانا بو وتش منافي بيانا بيك انت خواتي او انا غير منافي لضبيا ناها
حالي يعني تفسيري مثبتك منفيك وما هم بمؤمنين بمثبتك دو آيات متوجب يا رمسي فذلك تفسيرك أقواريه يعني يبلي وما هم بمؤمنين خواهي قولوا يفرموها إما علين ولا تفسيري وما هم بمؤمنين علين ضليان مخالفي زوانيان نا ضليان موافقي زوانيان نية آوة تفسيرك إنه حالب له كآوة ما نود يعني آوة منافش بضليابها بكافر درجة في الموافقة تانية منافش تانية ما دام موافقة تانية ما بكافر درجة حالب ولا أول شوالي تفسيرك إنه علين ضليان مخالفي زوانيان نعم مثلا ضليان موافقي بنفي نية علين ضليان موافقي زوانيان نية علين شي علين ضليان مخالفي زوانيانا موافقتين تفسيري منفيك بإثباتك انو حالو لا يعني ضليان شن ضليان مخالفي زوانيانا بويا كافرين بويا إيمانيان نية إيمان دارين حالو لا اينا اقل ضليان موافق خارج لموافقة بيه هاتشي بيه ضليان مخالف نبي مثلا بلي اقل او مخالف لضليان نبي فهو إيمان دارين اوهي بويا كان عليه والخلاف مع الكرامية في ثاني فلا ينهل حجة عليهم فذا ونالت حجة بالقبس الأوانه متواجبوا يا رمشي بله إشكالا يخو بويا عليه وظاهرهما ظاهر يؤدو قوله يخالف قول المصنف والخلاف مع الكرامية في ثاني على الخلاف عن ذلك الكرامية ثانا لدو مكدايا يعني لا أولا كاعوان الموافق يأمن تايف إموات يقشوا أن كرامية كان كرامية كان إقرار بزمانيا يعني إذن مقر بزمان دا إيمان دار حساوة كان فسبب آياتا أتواني حجت بيلا سر أوان ولي أقر قرار بي أوان تفصيل قائل بن آياتا كان أنا بحجت عليه أوان آياتا متوجبوي؟ أنا ولا فس إيما تائسا شون في حالي بينا كرامية لكرامية وحالي بي كأقر كسيك بزوان إقرار بك ولي دلي هل شيء كبير كان لما دلي نية يتبع إيمان دار حسابيكي بيباشو أما أوان وحالي بي لوان باشا كواتا أقر واضي أم آياتا بحجت بس الأوانو هل متوجبين؟ يعني ردق سكانك ردق سكانك عدو وما هم بمؤمنون أخوائي قولوا الله كسيك أوانا ألين إيمانك ألين بلافز خواب إيمان دار دائما أنا تشعر بإيمان دار حسابيكي أما المصنف الله فهو كرامي كان وانا يجن كرامي كان يجن وما هم بمؤمنين يعني أقر كسيك بدموتي إيمان ولي بدل مخالفي أو آمنا إخوائي أبو باشا يعني لدل يا مخالفة وجودي بو حاول الله أو كافر أو كافرة أو ما هم بمؤمنين كما تقولي أولا شاكا بابا أو هو موافقة لدريانية ومنافشي تيانية بازم أو أنا أوبا إيمان دار الزهد فاز آياتك نابع بدليل بحجة نفس الأول أو بتواجبوي أو بيك أنت فلا ينهر حجة عليه أما أو أم كرامي من سبكين هنا أو ودنا عشرة تايف وانين لما لعب كلامه علاني دسي أوني على عندي عنادي وشينا كرامي ولا هنا كاتي عاد أمان فرقية كلامين ك باوريت المعنى يوم هذه معمولا هنا عندها تر عقيدة خاصة إخوان عندها تايبت بإخوان عندها بقى ديك عقيدة أمر يخادعون الله والذين آمنوا شاكا يخادعون الله والذين آمنوا أمانة فعل الأخوة ولا إيمان داران أكن فعل يعني لي أكن يعني أيان وين عوز بالله كلاو كان سر خوا وسر إيمان دارانش الخداع الخدع الخدع يا الخدع باشا أوي أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه حلو لا يعني خداع أويك تو وا غيري خود حاليكي باشا پیت شوانی اوی که بوی اشعاری تو یعنی پیت شوانی اوشتی که اشعاری تو لمکروه لنا پسند پیت شوانی او نشانی مخاطبه که بده نشانی خلاف توهی مغیر رکا باشه دو مکروه لگری یکن غیره یکن خلافه یعنی بخیت ذهنی غیری خوتو بخیت مشکی و بخیت بیری اووا خلاف ما تيت شواني أو شتيك تخفيه كتو إشاريته جاء أو شتك كتو إشاريته لشي لمكروه يعني مكروه يكذو أو شاري وتو بلا مكروه كبصراحة ناي بصريا هاو حاولة قالت لك قالوا بيكي كلا توشي مكروه كيكي بيخوة نوا من المكروه اللي تنزله عما هو فيه
بو اوي كبيهني كخوارو لو شتيكتيايتي لو شتيكتيايتي داي بزيني مثلا اماناتون او في الكان اويا اظهار ايمان كان كذب ومسلمانان بو اوي مثلا مسلمانان كاجر هلويستيكي زبريان نسبة بكافر كان هيا لو هلويست الزبرة او عن بين اخوارو حاملة مثلا او نوع السياسة أو جوازي آينك هيا لمزيد هاي إيمان أو أن يبرزنك باشا وأما هو بصدده أو أما هو بصدده أبي هيا باشا يا إذا كان أما هو فيه أو أما هو بصدده يا لو شيك أو قرك يتي بيكا شاكا تو قرك بيلوه بوفي لك كي بيهني تخواره من قولهم لقول العرب وديكارن خدع الضب الضب يعني سوسمار وكخويا كابجي الخومشتا كي وامن خدع الضب اذا توارى باشا في جحره زمانك اجل خوي فش حلقا ومتواري ببي يعني خوي قبكا خوي دا بوشي لكنا كيا ايش كان اني خو ني او خوي دا بوشي جا اميش اهل هو ودي لو خد كواتا اماني اميش يخادعون الله وكوبلي لبيسي خويانا لا قالب يا كاك خويان بو خويان دروس كردوا لو قافورا خويان شارنو ها حربي وكو كيف صار شلون جيتو بنا قافورا كيا خويان شارنو وضب خادع وخديع ها باشا ضب خادع هيا يعني في علاقة خديع جاي بصفة مشبهة كي يجوم بخادع إذا أوهم الحارشة باشا إقباله عليه حارش يعني حمله ينر لي أردا. حارش يعني إعجاب حارش بس سيني هنا. ولا مع حارش. أها. بلى. حارش. بلى. زين حارش بمعنى شيء. بلى. بلى الخير بسيني هنا يا أخي. والحارش هو صاعد الضب. نعم بيه. حارش أو كسيا كراويش وسمارك. يعني الراويار مثلا تكاني وكوشو الله يخوة من كثير شيب وكوارا وفيرجن كاويار باشا ملي مثلا كثير راوكا فيرجن راويار اقل راوي كوكا فيرجن اقل اقل كوابي فيرجن كاويار يا مثلا اقل اقل كوتر سلو كاريبي كوتر بعد مثلا لو اقل كثير راوي سو سماركا فيرجن حارش جاء انبو او كاراكا او سو سمارا اذا كي يجن مبون خادع يا أجل رب خدع إذا أوهم الحارشة باش إقباله عليه وأخات وهم حارشة وكبل رويده مثلا حارشة ولو لك منا هات والرأي أوكا أخات ذهني أو مثلا أو أمزار وكات أو كوا حارشة كوا بذلك كسو سمعنا كبل أو دي أو متواجبين بلي واخي أقنيك في واي بلو أو دي ثم خرج من باب آخر دريا يكون لك اللي قلت له باشا وأذن لو كنوا ديت بردم أم بلا متنازل أو جيت هذه كنا وكوني تلهايا خلا خرج من باب آخر لا درجاتي تلو أروع تدلو هذا حاربنا وأصله الإخفاء يعني أصل خدعة إخفاء شارينا وا أجياني حاربنا والمخدع للخزانة يعني الخزانة هو المخدع ما باسمه ألبية لا شين شارينا وا مكان بخزانة عوي. بس مكان بهم مفعيل به. بلا مكان. يا مفعل. ضل أصلي خدع بمعنى كذلك بمعنى متعارف لبين عاملة بحسب لغة بمعنى إخفاء يعني أو معنى متعارفين أو خلق كأب وشوية كأقل بي خادع يانود يا خدع يانود يا هر أوي كنوعي فيلا بوشوي كجركتا مثلا كسيك جركيتي قصتك هي اللي باريتو قصتك بدك يا ابو يكتر يا ابو تو بس قلت تو نوع اكسيال ليك لو ما بس تخوي فشي مالي تي باشا اول نوع اكسيال كدنك يا بو مثلا سوسا معركه بو جورا او فيلاك او امانه فيلاك اللي الراوي عليك كا باشا او فيلا خادع وتي انا بح او بحسب ظاهر او معنى انا هنا كري بابا فهمك كري بابا بحسب لغه اخفايا باشا هرچن وام باش بود خفا خفا یعنی شتی که دیار دهه به جوری لغت سن بعد افعال اخدع اخداعا به معنای اخفا اخفا انا
هر لو اخداعها تو بمعنى اخفاء بير قولي عرب كعلين مخدع للمخزن بمخزن يعني اشتيا كوا خفن كرابي يعني مثلا رابة ناو خزينه بالله ميمي مكوبة فتحي دالك ناو بو مكاني اخداعك اسم مكانه بمعنى اخفاء قائم كردنا او اشتا مخدع يعني مخفايا مخفي كريارة مخفي اسم كل بأسواس مجردة شنو اسم مكان وزمان ومصدر لمزيدة أويا لسرسي ده اسم مفعول بل كواتل أصلا أويا كا لميمي مكي بكي بلان أوان لبر ثقيلي ألا مخدع مكسوريان كردوا مثلا وقت يكا أنا عرب مكسوريان كردوا أمان أم جال والأخدعاني لعرقين خفيين في العنق دورجي شاراوا يعني أخدعان بو دورجي يجن كشاراونة ولا قردنا بوياجن بس أو بوأوي بك بدليل كبلا بمعنى أوي بمعنى إخفايا إخفاء وخفاء ومعنى والمخادعة تكون من اثنين أجل لك بسؤالك على باشا خوني يخادعون الله يعني خواش فيرك على واحد فيرك الدن معمولا ومشاركة لا ينفعنا والله إذا ينفعنا بمشاركة فيرك الدن معمولا بوأوي كنتواني الراس توخو كارك إلى قلك إلى قلت على فكرة مثلا تو أو كارك وانت خدع شيء يا خدع أن توهم غيرك خلاف ما تخبيه من المكروه لتنزيله بوهو يداي بزيني عما هو فيه لو يكتياتي تو قالك إذا بفعل أو كارك أما هو كثير كبير كراس توخو نتوى ليش هذا بلو هلتشي لكابل على هلتشي لترفك على قالك يتي بو شيوى نرمى وكو جميع نرم بو شيوى نرمى زمينة فلاهمك و پشیمان کرده او طرف لو کاری که ایتا یا باش کس پیدا نی خو خواه احتیاج به ونیه علی ول مخادعاتو تکون من اثنین و خداعهم مع الله ليس على ظاهره برام خداعی اوان لقل خواهی پروردگارا لسر ظاهر کینیه بولی انه لا يخفى عليه خافیت چون که او هیج نهیه نیتی لیه بمنع به لیه ناشاریتو تابلین اول لسر ظاهر کینی آخر امان اگر بیانه نفسی الله خواه کنیم شد خواه شعرنو يعني أنا أخوي سؤالك لولا شو سؤالك جيت بروك اسم الرحمن كر معمولا أو في الكردنا يا خوافي اللي يكري خوافي اللي ناكري مثلا يا خوي جورا هي شكل سني هني تابلا أمان في الله خوا كردوا حارد ولا شو الخوي جورا هي شيء لنا شاريته تها خفي خفا وإخفابه أو لبرابر خوا بكاربرين ودواي الشد لولا شو خداي تعالى شو برا في الماكا هل كارك بيه راست و خود توانایی بسیار کردنی هست. این تلویا فیلک ضروری نیه بکری. ولی آنهم لم یقصدو خدیعته. و هنر بر آواش لگر آواش که معلوم خواه فیلی لناکری. و آن منظوری از فیل کردنی خوانه هوا فیلک لعکن. بلی المرادو اما مخادعت رسولیه. بلکه بس یا آواه که فیل پیغمبر کی خواب کن. على حس الملافی لس حس ملاف. یعنی آوا یخادعون رسول الله والذین آمنوا آوابی. زاد حزب كلابي أو على أن بره أن معاملة الرسول معاملة الله يا بلال سلوى الله يوتر معاملة لقى الرسول همان معاملة لقى الخوايا تاني كسي بيرك في الله في غنبرك حتما قالك يتي في الله خوابك من حيث إنه خليفته لو روان قوك أم في غنبره خليفي خوايا درودي خوايا سلبي كما قال ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله كثي تعاي في غمركاي تعاي خواي كردغا فزيوش كثي في الله في غمركاي في الله اخواك ها بو اوي خلق يرجون ابنك على في الكذب دي يا افرمي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله كثي بيع لك الطوء كان محمد صلى الله عليه وسلم ويعدي لك اخواك بوعية لحالك بو او نابي مثل معقول يبيع لك ابن لك اخواك نعم بو شيء وكذب بنتنا ودسي وامانه وإما أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم من إجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفلي من النار استدراجا لهم وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازات لهم بمثل صنيعهم باشا دي نعم مجازات لهم بمثل صنيعهم مجازات لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين يعني أعرف خبرتي بلغة
علينا بل أويا فنك يا لبل أويا صورتي أو كاريك أو أنا كان نقل خواها شيء كان وانا قال خواها ماشى يعني صورتي كاري أن نقل خواها لو كإيمان إظهارك كفر شعرنه ماذا نخوانا زين نحوذ بالله شاكا ودواي أوا وإما أن صورة وصورة صنع الله معهم أوا وصورتي كردوي إخوانا قال أوا أنا لا شيء من إجراء أحكام المسلمين عليه ما دام كأيوة بدم إذاري تان كذوة إيمان تان كذوة فاسكواتا أشيو المسلمان عمل كان حالبي يعني خو خواه إذاني أمان إيماني أنه هنا بو إجراء أحكام المسلمان إلى سلكا آخر وكو المسلمان نيوجي أنا كر زكاة يانا دا مثلا حالبي أوا زواك أحكام المسلمان إلى سجاريك حال وحال وهم أوان عنده لا إخوة أخبث الكفار خبثين كفار وأهل الدرك الأسفل من النار أهل الدرك أسفل لا ذلك أسفل لا أول كلا وصف منافقين أخوي جورا متدي أخوي جورا شكام صنعين ركبي استدراجا لهم بو أوي كفاية أنت يا بدأ وردا وردا لقال يا نبروا تبروا حاربين أم جرى وامتثال الرسول يعني وصنع بلى صورة امتثال الرسول وبجهناني فرما في غمر إخوان رودي إخوان سربي وإيمان دارانش أمر الله أمر إخوان امتثال كبير لا إخفاء حالي أو أنا كحاوي أو منافقان يعني مثلا شارب لتو إجراء حكم الإسلام عليهم وحكم الإسلام لسجاري كردون مجازاة لهم بمثل سمعهم بو أوي كفاداشيان بنو يعني دروس معامليان لقل كان بمانا دي كردوا كيان كرديانا ما دام كوتت إيمان بلا إيمان داري بي الزكاة له مثلا حالبنا لقديمتها بشيان ندري آوى أو صورة صورة سميع المتخاذعين أو لواقع شكلك وايا شكلك شكلي دو متخادعة يعني دو كاس كبيرة في عقل ذي أكثر. هاي تبغى ترجمي؟ أها. فاز بلا ما بمخادعة أنا وبليا. ولا زورهمية. ها؟ أنا زوجي. أنا زور شاكا. زين شو؟ زورهمية بوش. باشا. هي ثانية. خويت على أقول لها مش ذيك. كشيء لقى أو عني أو أنا من إيمان من هي. باشا. إنت الحكم إيمان داري أنا سجائر زي باشا الزكاة زي باشا ميش كان متواجبين زي باشا جهاد كان حاربين دي أمجارة خوا في غمري خواج مسلمانانش امتثالي أو أمري خواه كان حاربنا ومنافقين جائسة كاني أول بفيغة أمري خواه إيمان إيمانان هنا جانب الله نعوذ بالله كإيمانان هنا دروه كان بوشي أما مساء في الله كان بو أوي خواه لو هدفي ككرديتي كمعاملة كفار لقال كردنا مثلا وايد يعني خواه إذا معاملة كفار يعني لقال كا ونيا أما أوى أوانيا كمان إيمان من هيا خداي تعالى معاملة كفار يعني لقال ما كا معاملة إيمان دار يعني لقال كا مثلا فشكا هنا كي أوان في أوى شو نويست يعني خواه معاملة كفار يعني لقال ما كا هالي تنزيله باشا على ما هو في صدده أما هو في صدده لو مثلا نعوذ بالله رجل خوان فشيمانه كل لو مثلا وابد وافرسك خوان تسميم يقتلون معاملي كفاية اللي قراك خوان بو إيمان هنا أنا خوان شيء لكن خوان اختبيتي إنساني ناجو بابا بابا هات بابين خوان لو حالته تنازل فيها كل وانت خوان لو فشيمانه كل كفار معاملي اللي قراك أما بابين أما في الله كي أمان بو أو كاري عن كذبي باشا لو لا شو خوي تعالى نيفر من ما زاني ودروك باشا هذا اللي باشا تك ايمان تن هنا وا من المعاملين مؤمنين تاع لقلك مؤمنه بين وش كاع الرجوع بقريبي وش فرق من رول زكاه بدا اي وش فرق من وانا انجام بن باشا قال كان الاسلامي كان انجام له مزايا مسلمان اللي بالخو دارني حاضر لا يعني ابدا سوريك خوي قول دائما في غمره بايمان دارا انا اعمالي اوجه سوريانك راست خوش زارين كعما شون في غمر جبوس إخوة علي إذا إخوة بوس اللي وحي أيزاني كما دلوا كان حاربي دي دروس أنا ليش فيها يعني لو عن كردوا يعني صورتك صورتي فيها وكو أي كابلا كافر هاتو وجتي من إيمان مهيا نيوتتو إيمان ذهي جزبني لأولو دي سكا إيمان ذهي صاروا بمقتدائي إيمان حماوكا حاربي كأو جنية نيشكرتني لها مشتك بوسا خطرة روجو قلتني لها مشتك بوسا خطرة زكاة داريني لها مشتك وسا خطرة شون جهالي لها مشتك وسا خطرة يعني أوهم سختياني في تحملك وقع ووايا كسي بدلو بيجي إيماني ينم أم جا بيجي والله لجزاي أواها شون كتو بدلو جتا إيماني ينم حروش تاوالي بد كيرشا حاضري جوتي خركي ليكا حتى إيوالي بد كيرشا أواها
شنو وقت يا كابرا يمك أو يمك ميرجكين يمك الرجوع أجرين كذا إيمان من بيتي ما يبلا ما نعسان حلي بيتي شنو خوافي خوشة ولي وقت إيماني فيني بلا زوج لنا وجري فرشي في بقي واعي متواجب ولا بشي أها فزوجتي أول عذاب يانا داني ولي بهر حال أول وأوان كريان لقى الخوف يا غمبرة وأوي خوف يا غمبرة لقى الأوان يانا كريان هرشن صورتي لواقعة مخادعة نية ولي روالة كي كتير فقري صورتي صنيعي متخادعة عينة حال بلا دي ويحتمل باشا أن يراد بيخادعونه يخدعونه يعني ثلاثي مجرد المنظور به شنو باب المفاعلة بمعنى ثلاثي مجرد جاتوه شاكا بو لأنه بيان ليقولوا بات وجبه وكبيان يقولوا ومن الناس من يقول آمنا يقول مفرد مذكرا كل يقول لثلاثي مجردا أم يخادعون شنيا كعاتوا حقوا يا أمي لثلاثي مجرد بي متواجبين ومناسا خد باشا يخادعون كمعنى يخدعون يجاشن باب مفاعلة بكار بريه هي معنى سفره بمعنى سفره ولي بعض النكتي هرتيايا كريم مبالغي آخر أوانج ومعنى ثلاثي مجرد مبالغي تيايا مبالغة كان لفي الله كا كثلاثية مجردة كا أو ناقية يعني حال بلا أو استئناف يا مثلا بياني بو بيان يا بياني يقول يا استئناف جملة مستأنفة بذكر ما هو الغرض منه لذكر أويك غرض لا مثلا لا إيمان هنانك فردنا عبي يعني لذكر يقول وكا باش باش غرضك على مثلا بوشي على أو سؤال اللي واقف هذه ونيا أجيب وشي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وشي آمنا بالله وباليوم الآخر بو عالي حاضرين أمي الجواب على شيء يخادعون الله شكرا في الله خواك أنا وأنا تواجبين يا يخدعون الله غلط إلا أنه أخرج في زينة فاعلته باشا وفاعلته من وقتكي تانية إلا أنه لسورة مفاعلة شاف في زينة المفاعلة أو أبوها يا في زينة فاعلة درب ريالي المبالغة لبل مبالغة شن فإن الزينة لما كانت للمغالبة شن كوزنك وزن باي مفاعلة لحالك أخوي بو مغالبة مثلا بو بيني دو شريك داني كان مثلا أو تريانا سركوي هل وها مغالبة ثلاثي مجرد لبل مفاعلة درو سكرية حالولا والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك باشا ويقرأ ويعبده قراءة من قرأ يخدعون باشا بابي أليس أنك أصلي وزنك كذا مفعل لكاتك كتب مغالبة ومعلوم شو الفعل متى غولب فيه فعل كمغالبيت ياكرا يعني بياني غلبيت ياكرا كان أبلغ منه بل اخترأ بي أو فعل هر لنفسي خوي إذا جاء بلا مقابلة معارض زمانك أقر بي ببيئة ما كمعارضك لبرابر ياب بي ببيئة ما مباريك يعني مبارزة كلندية لمبارات ودي بنا مبارزة مباريك لبرابر ياب باشا مبارين نا هر مبارين ولي مبارية لا أصلا كلمة متواجبين يعني معارض يعني عارض مبارزة كنا ندري أنا المعارض تفسيري مثلا المعارضة كي هاوتا جالب الأوى أو زينة فإن الزينة لما كانت آوى استصحبت ذلك شاكا هاوتا استصحبت ذلك يعني مصاحبة أو مبالغة يكي يعني ذلك كما بأثبان مذكور ومبالغة كبر الأوى حالا أخذنا بأنه هو مبالغة بذكر ما بغي مغالبة نعم ذلك مبالغة نبو إلا أنه أخرج في زينة مفاعلة في زينة فاعلة للمبالغة مبالغة فإن الزينة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبارين استصحبت ذلك استصحابي أأو يكردوها
يعني أو مغالبة أو مغالبة جاندو مثلا هل بكي مبالغة بش مشكلة أخذ ما شاكا أم بابا بوشي أو بابي مفاعلة بوشي مبالغة جاني لبروي بو مغالبة عتوا هذا ليش وانا ما شاكا هل فعلك أنجامي أدي هميشة لأنجامي فعلك دا أجل كسيك ببيد لبرامبر فاعلة كسيك ببيد لبرامبر فاعلة بيا أو فعلي لقلكا أم زيادة الأنجامي أدا يعني لازمي أو واية مسوف علي كارمني أكرمته فيكرمني فيكرمني جيجل لو انا كان بقول اي آه. تبقى سبب هذه مفاعله بو مشاركه نيه خب معمولا دو فعل طلبك وقت يكتو مثلا فعلك انجام دي اقريت كان اما بيجين ضرب يعني يقدر فرق ده ضرب يعني نفر شر ضربه نفرت الا برابر عيا فاشا زمانك اقل مثلا تو هست كيلا انجامي كردو وكا كاسيت الا برابر تا هيا فاعل هست كابا برامبر باشا معارضي هيا زياتر فعلك زياتر انجام دا باشا زياتر لي ابربو انجامي فعلك جا كواتا چون بوشي ليوا وقصتي مغالبة هيا يعني قلت بسر معارضكا فركوي اما ليليا بويا ايسكالي اصلا لواقع بويا مخادعة لكارانية أوابيجة هل يخدعونها أما لصورة مفاعلة دري بريوة شنو صورة مفاعلة مغالبة تيايا مغالبة إجل وقتها فاعلة تي أكوشي بو غلبة بو أوي غلبة كابتر في مقابليا أم بينا أو ما نتي أوي كأم منافقانا زور زيارة روية كالخداعة كرا حاربي زيارة رويا كألو كان الله وبيان ذا شو نجيني هذا ليش وانا خداعك يسبلين أسن أو عند خداع هر خوان في الله كان نخوان في الله يعني كان ما في غمبل إيش باشا هنا في الله كان يختلف فيها بابا إيه من لبر خاطري باسي مغالبة كبلين أو عن زور زيارة رويا كان لخداع وفي الله كنا كار زيارة رويا كان لبيني مفاعلة استفادة من كل دوا جوانا. باشا بيناي مفاعلة بو أو مغالبة بو مبالغة أجياني شن أم بابا بوالع بوالع بو شيا بو مغالبة واختي بوالع بو مغالبة أعيسا بو مغالبة نيع الآن ليرة ولي بوالع أم بابا مغالبة معمولا لمغالبة شا باشا فاعل زياتر في أكوشة لأنجامك لأنجامي فعلك مبالغة زورت لك بو شي زياتر في أكوشة شن هستك بمعارضك لبنابر خويا باشا تي اكوشي بو او اوش كذبا دو نفر بي اكود لو كان باشا بيانا مسابقة بكن فلا مالي زيادة لكن بو ايسر كيو مثلا اوي تريانا لدرو للجادولين لها موش يكا لنا انخواردنا مصيوا ايها دو نفر مسابقة دم كام يزوت الاخوان حالب لا اعوى ثاني اوان اجنية ليوا مثلا ايسر كاني اما سلفا نزل لو بماني اما بو مشاركة يانية حالبين اصلي مشاركة يعني كاركة دو فاعل أنجامي أدا باشا جا هر يكيك لو فاعلانا كلا برابر أوي تريا قراري قرتوا أيوه شيفك أيوه ترفك يتري مغلوبك شكش بابا ترفك يتر باشا يعني أماني زوا معاملة واخريكي خداعا أو نزيا رويان لخداعا كردوا أوي برامبريكي زور قويا هيا أويش في وكاتو لمن اما انت اكوشن بو اوي في الله اخوان مثل اواخر خير اوي يا حالو لا وي علي بالي فان زينه لما كانت للمغالبه حال وحال والفعل متى غولب فيه كان ابلغ منه اذا جاء بلا مقابله معارض ومبار استصحبت ذلك اوي قلت ويعضده سكيمه اذا كاك يخدع يخادعون بمعنى يخدعون به قراءه من قرا يخدعون هل قراءتي أو كسيش كي يخدعوني إخوة المتوى وكان غرضهم في ذلك وغرضي أوان آلو بواردا أمبوا أن يدفعوا في أنفسهم ما يترق به من سواهم من الكفرة باشا أها غرضي أوان وابوا آلو خداعاك كرديانا كدفع كان دور خنول خويا عن أنفسهم ما أو شتيك يترق به كدشيل ريه دكتريه به بوشته من سواهم
من سواي أوان لكي لكافر كان أها أواني وكافري أصلين أها مسلمان الشريان لقل كان أها بديل يانقرن أها معويان بغنيمة ديرية أها آخرتي أنا ببجارية تياوي أنا ببعبد مثلا حالوي يشن بقى ما قالوا أنا بزوج بي أهو إيش كان يا أخو أها ما هو دينك أجر معاملة إسلامي من كافر وأنا بوائي من أفرق يشبوج الناهل بله ليرة أو مثلا مسألة نفاق ديارة مسلمان قدرتي عن قرتوها ده صلاتي عن بياكر دوها بلان أمانانية أمانة بعنواني معارض أهدافي تريان هيا قرتي عن أفشتي تربني أنا سر كرسي شاكا ديارة معمولا كإسلام نواب بوها تقدرتي قد صلاتي بياكر دوها او عنی کراست و خاله قل مسلمانه نرو بر رو ابن توشش کرد تبدیل و باشه. اما نیش پیان خوش و کوئان برام بری اسلام بیاسن. اما حد لوش کسته و آب سر غیر خوانه دی حد لش کسته کنکن. باشه. دی اعنا و چی کن؟ اظهار ایمان کن. اوش کستان بسلا نیه. ولی کی تو زرب کن ناخو بوش یعنی. حاوله. یعنی اسلام ل ناخو قلور کن. شاکه. ل ناو ضلابی خوان. آوا متوجه بین. شو ذري شبن؟ تاني. ما يفعل به من سواهم من الكفر به. وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين. وبوأي أنكر دوا بكري على قل أوانا أويك على قل إيمان دارا مكري من الإكرام والإعطاء أوانا. دخلتي كأننا بوانا. شو؟ من إكرام إعطائهم. هو يعني كل شيء على قل كده. كي جرأتي بو مثلاً بعبد الله الكريم وبيبي جتو كافر. أي. شاكر. وأن يختلط بالمسلمين تقال قبل صلى فيطلع على أسراره إتلعب سماك الفاق ويذيعوها وبلال الكنوة إلى دي منابذيهم إلى منابذيهم باشا منابذ بلال بلال يعني أويك هاولي خويا عنه جاء منابذ بلال هو منابذة عليه إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد يعني غير أوانا توانين بتشكل معنا أغراض ومقاصد تريشان بي حالورا بس توانين منابذ يعني هاورياني خويا وانيك هاوريا أمان هو بلس قد نابذه منابذة ونبازه الدشمني باهم جدا شدن أري أها كواتا أو هي هنا فنية هي همكا بو مسلمانان ما يعني ليذيعوها إلى منابذيهم باشا يعني هيهم منابذيهم بو مسلمانان تيتون ويا منافقانا أو خبرانا أو أسرانا بلاوة كان تحويل كيبا تحويل أو كساني من كتوش مناتي لقل مسلمانان كان بو كافة كاريسي إذلاعاتي أمان بو أهل بير موافق بيشون